باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. قراءات اليوم 29 من شهر بؤونا. شهادة القديسين 7 النساك بجبل تونة ملوي. تقرأ فصول اليوم 20 من شهر بشنس، وهي مرتبة على نياحة القديس الأنبا أمونيوس المتوحد بجبل تونة. إنجيل عشية. قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا القديس متى البشير التلميذ الطاهر بركاته. مزامير أبينا داود النبي بركته علينا أمين. طوبى لمن اخترته وقبلته يسكن في ديارك إلى الأبد. استجب لنا يا الله مخلصنا يا رجاء جميع أقطار الأرض. باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأبد آمين. اسهروا إذا لأنكم لا تعلمون في أية ساعة يأتي ربكم. واعلموا هذا أنه لو كان رب البيت يعلم في أية ساعة يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينهب. لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين لأنه في الساعة التي لا تعرفونها يأتي ابن الإنسان فيها. فمن هو يا ترى؟ العبد الأمين والحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه. طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا.
الحق أقول لكم إنه يقيم على جميع أمواله والمجد لله دائما. إنجيل باكر. قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا القديس مرقس البشير التلميذ الطاهر بركاته. من مزامير أبينا داود النبي بركته علينا أمين. الرب يعضد الصديقين، يعرف الرب طريق الذين لا عيب فيهم، ويكون ميراثهم إلى الأبد، والصديقون يرثون الأرض ويسكنون فيها إلى دهر الدهر. هل لي الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأبد آمين. انظروا اسهروا وصلوا لأنكم لا تعرفون متى يكون الوقت، كأنما إنسان مسافر ترك بيته وأعطى عبيده السلطان ولكل واحد عمله وأوصى البواب أن يسهر. اسهروا إذا لأنكم لا تعرفون متى يأتي رب البيت، أمساء أم نصف الليل أم صياح الديك أم صباحا، لئلا يأتي بغتة فيجدكم نياما. وما أقوله لكم أقوله للجميع، اسهروا أوه.
والمجد لله دائما. البولس فصل من الرسالة الأولى من معلمنا القديس بولس الرسول إلى كنيسة كورنثوس، بركته علينا آمين. لأنه إذا قال واحد أنا لبولس وآخر أنا لأبولس، أفلستم بشريين؟ فمن هو أبولس ومن هو بولس؟ بل خادمان آمنتم بواسطتهما، وكما أعطى الرب لكل واحد، أنا غرست وأبولس سقى، لكن الله كان يمي. إذن ليس الغارس شيئا ولا الساقي، بل الله الذي يمي، والغارس والساقي هما واحد، ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. فإننا نحن شركاء عاملان لله، وأنتم فلاحة الله، بناء الله، حسب نعمة الله المعطاة لي كبناء حكيم ماهر، قد وضعت أساسا وآخر يبني عليه، ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني عليه، فأنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. وإن كان واحد يبني على هذا الأساس ذهب، فضة، حجارة كريمة، حطب، عشب، قشة، فسيعلن عمل كل واحد، لأن اليوم سيظهره، لأنه بنار يستعلن، وستمتحن النار عمل كل واحد كيف ما هو. فمن بقي عمله الذي بناه ثابتا فسينال أجرته، ومن احترق عمله فسيخسر، وأما هو فسيخلص، ولكن كما بنار. أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم؟ فمن ينجس هيكل الله فسيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو. لا يخدعن أحد نفسه، إن كان أحد يظن أنه حكيم بينكم في هذا الدهر فليصر جاهلا لكي يصير حكيما، لأن حكمة هذا العالم جهالة عند الله، لأنه مكتوب الآخذ الحكماء بمكرهم، وأيضا الرب يعلم أفكار الحكماء أنها باطلة. فلا يفتخرن أحد بالناس، فإن كل شيء لكم، إن كان بولس أو أبولس أو كيف أي صفة أو العالم أو الحياة أو الموت أو الأشياء الحاضرة أو المستقبلة، جميعها هي لكم، وأنتم للمسيح والمسيح لله. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا، آمين. الكاثوليكون فصل من الرسالة الأولى من معلمنا القديس بطرس الرسول، بركته علينا آمين. كذلك أنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، وكونوا جميعا متسربلين بالتواضع بعضكم لبعض، لأن الله يقاوم المستكبرين ويعطي نعمة للمتواضعين. فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في زمان الافتقاد، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. كونوا متيقظين واسهروا، لأن إبليس عدوكم يجول كأسد زائر يلتمس من يبتلعه. فقاوموه راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. وإله كل نعمة الذي دعاكم إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا، هو يهيئكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم،
له السلطان والمجد إلى الآباد، آمين. بيد سلوانوس الأخ الأمين، كما أظن كتبت إليكم بكلمات قليلة واعظا وشاهدة أن هذه هي نعمة الله بالحق التي فيها تقومون. تسلم عليكم الصديقة المختارة التي في بابل، ومرقس ابني. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة المقدسة. السلام لكم جميعا أيها الذين في المسيح يسوع. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، آمين. ألبراكسيس، فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركتهم علينا، آمين. وكان يوجد يهودي اسمه أبولس اسكندري الجنس، رجل فصيح قدم إلى أفسس مقتدر في الكتب. هذا كان تلميذا لطريق الرب، وكان وهو حار بالروح يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بيسوع، عارفا معمودية يوحنا فقط. وابتدأ هذا يجاهر في المجمع، فلما سمعاه بريسكيلا وأكيلا قبلاه إليهما وعلماه طريق الله بأكثر تدقيق. وإذ كان يريد أن ينطلق إلى أخائية، حضوا الإخوة وكتبوا للتلاميذ أن يقبلوه. فلما جاء هذا نفع المؤمنين كثيرا بالنعمة، لأنه كان يفحم اليهود باشتداد جهرة، مبينا لهم من الكتب أن المسيح هو يسوع. فحدث إذ كان أبولس في كورنثوس أن بولس بعدما اجتاز في النواحي العالية لكي يأتي إلى أفسس وجد تلاميذ، فقال لهم: هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟ قالوا له: ولا سمعنا أنه يوجد روح قدس. فقال لهم: فبماذا اعتمدتم؟ فقالوا: بمعمودية يوحنا. فقال بولس: بماء التوبة، قائلا أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده، أي بيسوع. فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع. ولما وضع بولس يده عليهم حل الروح القدس عليهم، فطفقوا ينطقون بألسنة ويتنبؤون. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في كنيسة الله المقدسة، آمين. إنجيل القداس. قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا القديس لوقا البشير التلميذ الطاهر، بركاته على جميع عنا من مزامير أبينا داود النبي، بركته علينا، أمين. فمصديق يتلو الحكمة ولسانه ينطق بالحكم، ناموس الله في قلبه ولا تتعرقل خطواته. هل
مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأبد آمين. وقال أيضا لتلاميذه: كان إنسان غني له وكيل فوشي به إليه بأنه يبذر أموالا، فدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمعه عنك؟ أعطني حساب الوكالة لأنك لا تكون وكيلا بعد. فقال الوكيل في نفسه: ماذا أفعل؟ سيدي يأخذ مني الوكالة ولست أستطيع أن أنقب، وأستحي أن أسأل صدقا. قد علمت ماذا أصنع، حتى إذا عزلت عن الوكالة يقبلوني في بيوتهم. فدعا كل واحد من مديوني سيده وقال للأول: كم عليك لسيدي؟ أما هو فقال: 100 بث زيت. فقال: خذ صكك واجلس عاجلا واكتب 50. ثم قال لآخر: وأنت كم عليك؟ فقال: 100 كر قمح. فقال له: خذ صكك واكتب 80. فمدح السيد وكيل الظلم: إذ بحكمتين صانع، لأن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم. وأنا أقول لكم: اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم، حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية. الأمين في القليل يكون أمينا أيضا في الكثير، والظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير. فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم، فمن يأتمنكم على الحق؟ وإن لم تكونوا أمناء فيما هو للغير، فمن يعطيكم ما هو لكم؟ والمجد لله دائما.